اسمها الحقيقي. لا مش مشكل. هذا اسمها الحقيقي. اسمع ما شاء الله. يجعلها ان شاء الله من اهل الناس. رزق الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله على بركه الله انا نقلها الشهاده. ندير معايا ندير الدعاء ان شاء الله. ان شاء الله شكرا. إذا إخواني الأفاضل معنا الأخت إن شاء الله سألقنها الشهادة ثم ندعو معها ونسأل الله سبحانه لها الثبات بإذن الله فعلى بركة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى هذه الأخت على هذه الشهادة يا رب العالمين. اللهم ثبتها على هذه الشهادة يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتها على الإيمان. اللهم ثبتها على الإسلام. اللهم ثبتها على التوحيد. اللهم حبب إليها لينه في قلبها وكر الكفر والفسوق والعصيان واجعلها اللهم من الراشدات من الصالحات. اللهم اهد عائلتها إلى الإسلام. اللهم اهد أهل هذه البلاد إلى الإسلام. اللهم اجز من كان سببا في هدايتها رب العالمين. اللهم اجزها خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على